أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. يتراجع الأمل بالعثور على أحياء في تركيا وسوريا بعد أكثر من 100 ساعة على زلزال عنيف قضى فيه أكثر من 21,700 شخص في إحدى أسوأ الكوارث في المنطقة منذ قرن. هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الذين تضرروا بالزلازل قد يبلغ 23 مليون شخص، بما في ذلك في سوريا بينهم نحو 5 ملايين في وضع هش. في موضوع آخر، تتواصل التعبئة الشعبية ضد مشروع إصلاح التقاعد في فرنسا مع إعلان النقابات الرئيسية في البلاد عن يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات في 7 مارس المقبل، 5 أيام بعد البدء بمناقشة مشروع الحكومة في مجلس الشيوخ. وسيكون هذا اليوم الجديد هو 6 من نوعه منذ بداية الحركة الاحتجاجية ضد المشروع المثير للجدل لحكومة إيمانويل ماكرون بعد يومي 19 و31 من يناير و7 من فبراير والتعبئة المرتقبة في 11 و16 من فبراير. وتريد النقابات العمالية أن تجعل من يوم الثلاثاء 7 مارس يوماً ميتاً مع إضرابات ضخمة، وسيطلب من التجار إغلاق محلاتهم وفقاً لما أفادت به الصحافة المحلية. وشارك في اليوم الثالث للتعبئة الثلاثاء الماضي أزيد من 750,000 متظاهر بحسب وزارة الداخلية، وقرابة 2 مليون وفقاً للنقابات. وفي جديد الملف الأوكراني، استقبل البرلمان الأوروبي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالتصفيق لدى وصوله لإلقاء كلمة أمام النواب في أول زيارة له إلى بروكسل منذ الأزمة الروسية الأوكرانية. المزيد مع هناء حجي. زيلينسكي يصل إلى بروكسل بعد جولة في عواصم أوروبية يسعى من خلالها إلى دفع القادة الأوروبيين تزويد بلاده بالطائرات والأسلحة لتعزيز دفاعات كييف في الحرب ضد روسيا. زيلينسكي قال أمام البرلمان الأوروبي إن قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي تدافع عنهم، ودعا إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده. وأضاف زيلينسكي: أوروبا ليست حرة ما دامت أوكرانيا ليست كذلك. لقد تبقى أسبوعين على حلول الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، حيث يجري زيلينسكي رحلته الثانية فقط إلى الخارج منذ بداية الحرب. دوليا دائما، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على أنهم سيشددون حدودهم لإبعاد المهاجرين غير المرغوب فيهم. يأتي هذا بينما رفض الجهاز التنفيذي في الاتحاد الذي يحتفظ بالميزانية المشتركة تمويل الجدران الحدودية، على الرغم من أنه يمول معدات المراقبة والبنية التحتية الأخرى. التفاصيل مع بدر زايوه. الاتحاد الأوروبي سيشدد حدوده لإبعاد المهاجرين غير المرغوب فيهم، هذا ما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. كانت الهجرة موضوعا شديد الحساسية من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، عندما عبر أكثر من 1 مليون شخص، معظمهم من الفارين من الحرب في سوريا، من البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. واختلفت الدول الأعضاء آنذاك بشدة حول كيفية إعالتهم، وتحولت الكتلة المؤلفة من 450 مليون شخص إلى كتلة غير قادرة على الاتفاق على تشديد حدودها لمنع وصول الناس من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، على الرغم من الانتقادات بأن هذه السياسة كانت غير إنسانية. نتابع بالأخبار الوطنية، حيث جرى بالرباط تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية وكذا القضاة الجدد وتلقي أداء يمينهم، ذلك خلال جلسة رسمية تم الإشارة من خلالها إلى مجموعة من الضوابط والتوجيهات التي تحكم أعمال المحاكم المالية وقضاتها. تقرير سكينة مسوية.
تم تنصيب رؤساء الفروع بالمحاكم المالية وكذا القضاة الجدد وتلقي أداء يمينهم، وذلك خلال جلسة رسمية بالرباط. وخلال هذه الجلسة تم ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل بتعيين 30 رئيس فرع بالمحاكم المالية، 16 منهم بالمجلس الأعلى للحسابات و14 بالمجالس الجهوية للحسابات، وبتعيين 49 ملحقا قضائيا كقضاة ب11 مجلسا جهويا للحسابات. هذه المسؤولية تدفعنا للاستمرار بالرقي بعمل المجلس الأعلى للحسابات وبالمحاكم المالية بشكل عام، لتطلع بالدور الذي أراده لها صاحب الجلالة. هذا التنصيب يندرج في إطار مسار إعادة تنظيم المحاكم المالية من أجل مواكبة استراتيجية المجلس الجديدة في مجال تأهيل الموارد البشرية والمزيد من الانسجام بين جميع مكوناته القضائية والإدارية، بهدف تحقيق النجاعة والفعالية في أداء القضاء المالي والمساهمة في حماية المال العام. إلى بن ملال، حيث نظم المركز الجهوي للاستثمار بابن ملال خنيفرة المناظرة الجهوية الأولى حول استثمار الجالية. هذه المناظرة عرفت مشاركة العديد من المؤسسات التي تعنى باستثمارات أفراد الجالية المغربية بالخارج. رضوان مستقيم والتقرير التالي. تحت شعار تنزيل النموذج التنموي الجديد على المستوى الجهوي في شقه المتعلق باستثمارات مغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال خنيفرة المناظرة الجهوية الأولى حول استثمار مغاربة العالم. اللقاء ركز على سبل تجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين، بغية صياغة مقترحات لإغناء الدراسة المتعلقة بتفعيل برنامج ازدهار مغاربة العالم. الهدف من هذه المناظرة هو إشراك جميع المتدخلين، جميع القوى الحية على المستوى الجهوي، من أجل يعني إغناء النقاش وإغناء الاستراتيجيات الجهوية الهادفة إلى إدماج أكبر لمغاربة العالم في الدينامية المقاولاتية ودينامية الاستثمار بالجهة بصفة خاصة، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة بصفة عامة. شكرا. اللقاء تدارس سلسلة من المواضيع، منها عرض المواكبة لفائدة مغاربة العالم، كما تسعى هذه المناظرة إلى تعبئة كل الوسائل الضرورية بغية الاستجابة لانتظارات هذه الفئة. مواكبة الفاعلين المحليين من أجل التشاور والتنسيق بيناتهم باش يدفروا الجهود باش نوصلوا أننا نعبئوا المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك نوجد لهم واحد العرض ديال المواكبة وديال التسهيل ديال المساطير من أجل إنجاح الاستثمارات ديالهم. الهدف من هذه المناظرة إذن هو توطيد علاقة المغاربة المستثمرين بوطنهم الأم والنهوض بالجهة كوجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية. وطنيا دائما من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، دعا المغرب إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وذلك خلال أشغال الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالقاهرة. تفاصيل أوفى في تقرير سكينة مسوية. خلال أشغال الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالقاهرة، دعا المغرب إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. اتخذنا قرار مهم جدا جدا، وهو دراسة حول آثار اتفاقية التجارة الحرة على التكامل بين الدول العربية، لأن الآن منذ عدة سنوات وهذه الاتفاقية قائمة ولازلنا نطور فيها، ولكن يجب أن نعرف إلى أي حد وصلنا في هذا المسار، ألا وهو مسار التكامل الاقتصادي.
ويناقش المجلس على الخصوص مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية 32 عام 2023 بالمملكة العربية السعودية، والإعداد والتحضير للدورة 5 للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في نوفمبر 2023 بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. أكد مستشار جلالة الملك أندري أزولاي أمس بالرباط أن للجامعة دوراً محورياً في خلق جيل مشبع بقيم التنوع الثقافي والاختلاف التي تشكل تفرد النموذج الحضري المغربي. هناء حاجي في المتابعة. برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ألقى أزولاي مستشار جلالة الملك محمد السادس محاضرة حول موضوع التنوع في صلب الحداثة الاجتماعية بالمغرب، رهانات ووعود للمستقبل. نحن سعداء ببروز جيل حامل لقيم السلام والتنوع والإنسانية التي تشكل قوة وتفرد المغرب اليوم. الجامعة محيط يتميز بتنوعه الثقافي ولها القدرة على إنشاء أجيال فاعلة وحاملة لقيم السلام في كل المجتمعات بشكل عام وفي المجتمع المغربي بشكل خاص. هذا التعدد الثقافي ولكن كذلك التطلعات التي ينشدها المغرب في المستقبل انطلاقا من هذه التعددية. المغرب اليوم أرض للتلاقح الثقافي بين مجموعة من الأديان والثقافات، وهو يقدم للعالم نموذجا فريدا من نوعه في إدارة التنوع الذي من شأنه أن يفيد الأجيال المقبلة. ثقافياً انطلقت بمراكش فعاليات النسخة الأولى لمهرجان الكتاب الإفريقي بمشاركة أزيد من 40 كاتباً وأديباً عرباً وفرنكوفونيين وأنجلوفونيين من كل أنحاء إفريقيا. وتهدف هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت شعار إفريقيا بكل الحروف إلى التعريف بالأدب الإفريقي والترويج له. المزيد مع شيماء جبران. الكتاب الإفريقي يواصل هيمنته على مختلف القطاعات ويستحوذ شيئا فشيئا على اهتمام الكتاب والأدباء العرب والفرنكوفونيين والأنجلوفونيين ومن كل أنحاء إفريقيا. ثلة من المؤلفين والناشرين اجتمعوا هنا بالمدينة الحمراء في النسخة الأولى من مهرجان الكتاب الإفريقي بهدف التعريف بالأدب الإفريقي والترويج له. نحن فخورون بتنظيم النسخة الأولى للمهرجان بمدينة مراكش. إنها مدينة تتميز بجاذبيتها للمبدعين في كل الأصناف الأدبية والإبداعية، كما أن هذا المهرجان يشكل فرصة لالتقاء الكتاب الأفارقة فيما بينهم والتعرف على بعضهم البعض. مجموعة من المتحدثين والكتاب البارزين سلطوا الضوء على الإصدارات الجديدة للكتاب الإفريقي، كما تم تعزيز فعاليات وجلسات هذا المهرجان بشهادات بعض الكتاب الذين شاركوا تجاربهم فيما يخص التحديات التي تواجه الكتاب الأفارقة. المهرجان هو فرصة حقا لمناقشة المشاكل التي تواجه الكتاب الأفارقة، كما أن هذا المهرجان يشكل فضاء للالتقاء بكتاب مغاربة ومن كل أنحاء إفريقيا في مراكش، وهو أيضا مكسب كبير. النسخة الأولى من مهرجان الكتاب الإفريقي شهدت تنظيم رواق للاطلاع على الكتب الجديدة في الساحة الأدبية والالتقاء بالكتاب، بالإضافة إلى احتضان معرض للفنون التشكيلية لتنمية الحس الأدبي والإبداعي للزوار. نختم مشاهدينا النشرة بالخبر الرياضي، حيث سجل كريستيانو رونالدو 4 أهداف لفريقه النصر في الدوري السعودي للمحترفين ليبقي فريقه النصر في الصدارة بفارق الأهداف أمام الشباب. ورفع رونالدو رصيده إلى 5 أهداف في 3 مباريات خاضها في الدوري السعودي وإلى 503 أهداف على صعيد جميع الدوريات التي لعب بها خلال مسيرته حتى الآن. بدر زايو في المتابعة.
الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو يقود فريقه النصر للفوز في الدوري السعودي بتسجيله 4 أهداف كاملة وذلك في 30 دقيقة فقط. رونالدو افتتح رباعيته في 21:21 بعدما كسر التسلل إثر تمريرة بينية من زميله عبد الرحمن غريب، ثم أضاف الثاني في 40 بتمريرة من سامي خليل النعجي، وبعدما أضاف هدفه الثالث في بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء في 53 أكمل رونالدو السوبر هاتريك بعدما عادت إليه الكرة إثر تسديدة له صدها الحارس عبد القدوس عطية فتابعها أرضية في الشباك في 61. رونالدو سجل بذلك 503 أهداف ل5 أندية في 5 بطولات دوري مختلفة، حيث وقع 103 أهداف لمانشستر يونايتد و311 هدفا لريال مدريد و81 ليوفنتوس و3 لسبورتينغ لشبونة، ولديه الآن 5 أهداف مع النصر. بهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة، لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار. بعد قليل نلتقي في موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.